ما زلنا برضو مع حتة الريد دي، بس هنزود فيها حتة اسمها السنكرونوس والأسنكرونوس. السنكرونوس والأسنكرونوس حتة القراءة المتزامنة والغير متزامنة. خلاص، ايه فكرتها؟ ان عايز اقرا فايل، اني عايز اقرا فايل بشكل متزامن مع الكود او بشكل غير متزامن، يعني مش يعني حاجات ورا بعضها او حاجات مش ايه مش ورا بعضها على حسب الحاله. وطبعا هو مديني النود، بيديني الحالتين، يعني بيديني حق في ان انا اتصرف في الاثنين، شغال بشكل زي ثريدنج كده، او شغال بشكل مش معتمد على بعضه، او مش منتظر الطابور او الدور، او بالطابور والدور، اللي هو السنكرونوس السنكرونوس، واحده بالاي واحده من غير الاي. عشان نقدر نشوف المثال ده، انا يعني هنا خلينا في الاب دوت، تعالى ايه ده كان فايل، تعالى نسيبه سيب اس كده، تعالى الران فايل ده، خلينا نخش في الاي او ماشي، ونقول مثلا ايه فيلد دوت جي اس مثلا، وسيبنا استدعينا ال اتش تي تي بي والاف اس، وكريتنا السيرفر، والخلاصة عملنا ليسننج للسيرفر على 80-80 ماشي، مفيش مشكلة. كل اللي جوه دوت احنا كنا اخدنا الريد قبل كده، بس احنا عايزين ناخد الفكرة بتاعتنا دي ونجربها ونشوف بس الفكرة. كل اللي انا عايز اقوله، اقوله الاف اس دوت، احنا اخدنا ريد الفايل صح؟ طيب ريد الفايل صح خالص. قال لي اول حاجة اديني المسار، فاحنا هنفترض ان المسار بتاعنا فايل اسمه employees.json مثلا، فايل اي نوع .txt اي شيء. خلاص حلو، لو عملنا كوما كده هيقول لي خلاص انت شغال على الكول باك. دي فانكشن هنناديها اوتوماتيك، دي فانكشن احنا هنناديها اوتوماتيك، النود جي اس بيناديها اوتوماتيك. الفانكشن دي اللي هي بتاعت الكول باك ديت، دي الفانكشن اللي احنا عارفينها اللي هي بتاعت الايرور وبتاعت الداتا، يعني بترجع لك النتيجه ولو في ايرور بتحلها. فانا هعمل هنا اعرف هنا فانكشن في الحته دي بس، اهي فانكشن، والفانكشن دي ممكن تاخد مني حاجتين اللي هم هنسميهم الايرور خلاص و الايه الداتا، عندي حاجتين وادي بدايه الايه الفانكشن ونهايتها تمام كده. طيب ممكن ننزل انتر كده ونقول له اف ان في ايرور، ان ايرور جاب ترو. ايرور ده لما بيكون جاي في ايرور فعلي بيديك، بيديني ترو. في الحاله دي مثلا ممكن اعمل ايه؟ ريتيرن النتيجه اللي هترترنها، ممكن ريتيرن مثلا على سبيل المثال ممكن اطبع في الكونسول، يعني اقول له جوه الكونسول دوت لوج مثلا، او كونسول دوت ايرور لو انا على اساس ان هو ده ايرور يعني، فاقول له كونسول دوت ايرور ويطبع في الايرور، الايرور اللي ايه اللي انا حصلت عليه ماشي. ده في حاله ايه؟ ان في ايرور. طب انا قلت اف ان ايرور، طب مفيش ايرور هقول له اوكي. ممكن نطبع في الكونسول او في اي حاجه او نرايتر على الشاشه الايه الداتا بقى اللي هي اللي جت لي. في الريسبونس، في الرد يعني، هقول له رايت وارايت اللي انا عايزه. اللي انا عايزه مثلا هقول له الكونتنت ايكوال المحتوى هو، واحط جنبي مين؟ الداتا. طبعا ده في حاله، طبعا ممكن اقول برضه الريسبونس دوت رايت، ممكن رايت الهيدر في رايت هيد، رايت هيد واقول له على السيتس كود اللي هو ال 200 اللي هتكتبه، هقول له الكونتنت داش تايب يعني نوع الداتا ماشي، هتكون مثلا ايه، تكون تكست على جيسون مثلا، اللي فاهمه الداتا دي اصلها ايه ماشي. كنت
كانت طيب برضه حط كده بنسجل كده سوري كده كده هو هيرايت في الهيد 200 كونتنت تايب تكست على جيسون دي هيرايتها في الهيد وادي الايه الداتا هتطبع ده في حاله مين ده في حاله ان هو بيريد الداتا بشكل سليم خد بالك من حاجه ان دوت ما كله اتكتب في الفانكشن اللي هي كول باك ده كله كتب في الفانكشن اللي هي كول باك دي قفله الريد فايل ممكن نعملها سيمي كولون دي اتقفل كلها في الايه في الكول باك دي كلها بنسميها اسينكرونس ريد يعني دي اهي عشان اللي مكبلين الكلمه اسينكرونس ريد الكونتنت كذا نفس الكلام بالظبط نفس الكلام هو هو ده بره الكول باك بره الكول باك اقدر اشتغل بشكل غير متزامن ومش مرتبط على حاجه ومش معتمد على حاجه بعد ما خلصنا الكود ده ممكن او عامل اف اس بدل ما اقول له بقى المره دي ريد الفايل بص ريد الفايل اهو قال لي في ريد الفايل وفي ريد الفايل ايه سينكرونس شايفين ريد الفايل سينكرونس هديله نفس الايه نفس الفايل بالظبط اللي هو ده بس هو كده او المسار بتاعه او الباث بس خد بالك هيقرا ويريتيرن ليك النتيجه على طول مباشره يعني تحطها جوه فاريبل او حاجه مفيش كول فايل كول باك مفيش كول باك دي الطريقه الثانيه ان انا اقول له مثلا بار داتا بتساوي خلاص كده هو هي الفايل هيريد السنكرونس فايل اللي هو من غير ما يبقى معتمد على شيء ولا اي حاجه خلاص وهيرجعوا لي جوه الداتا والفاريبل ده كده دلوقتي انا اقدر اطبع القيمه بتاعته زي ما انا عايز يعني مثلا ممكن ناخد الريسبونس ده زي ما هو تاني ونقول له نفس الكلام بس هنا نقول له السنكرونس ريد بقى اقرا لي الداتا دي. طيب على العموم احنا خلصنا كده يعني الفكره بتاعت الفايل سنكرونس والفايل العادي. لو جينا نجرب ده هقول له نود سبيس اول ريد دوت جي اس احنا كنا عملنا 80 يعني لوكال هوست و 80 واو هنا طلع لي ايرور قال لي بيندنج اوبن وانا بحاول اعمل اوبن في عندي مشكله ايه هي اعمل مشكله قال نو ساتش فايل اور دايركتري هو بيدور على السي على عدد الورك نود جي اس اكزامبلز اي او امبلويز دوت جيسون مش لاقيها طبعا ده ايرور سليم لان طبعا انا طبع الايرور فطبعا ايرور سليم لان الفايل ده بالنسبه له هو مش لاقيه خلاص الفايل ده بالنسبه له هو مش ايه مش لاقيه فطلع الايرور دوت بما انه مش لاقيه طيب على العموم احنا محتاجين ان احنا نعمل ايه نكرت الفايل عشان نعرف نقراه طيب نكرت الفايل على العموم عشان ما اضيعش وقت انا رحت عملت فايل اسمه امبلويز دوت جيسون عملت جيسون فايل كده بسيط في هذا الامبلويز البدايه والنهايه وعملت ريكورد كده الاي دي 1 النيم عمر الاي دي 2 النيم وليد الاي دي 3 النيم هبه وسيفت الايه؟ وسيفت الفايل في سالري في جندر في بالساعه ولا مش بالساعه ماشي ده فايل جيسون خلاص بقى موجود تعالى بقى نعمل ايه؟ نرجع للفايل بتاعنا ده ونقول له نود ريد جي اس تاني المره دي ما طلعش اي ايرور قلت له ماشي نعمل هنا كده بقى ايه نرن 80 كان ولا تمانين صحيح هو ده برضه مماثل بنفس الايه كلمه لوكال هوست طيب احنا ممكن نرجع نشوف في غلطه في الكود عندنا ولا حاجه هو المفروض هنا في الرايت هو اللي دخل في الرايت هنا او هنا اه
احنا هنا كاتبين الدبل كوتيشن المفروض تحط على طول كده بدون دبل كوتيشن مجرد، لا وبرده تحت مفروض هنا من غير ايه دبل كوتيشن. طب كويس سيب كده ونرجع تاني نعمل كنترول سي نرجع تاني نقول له نود الدو جي اس تعالى نعمل ريفريش. ايه اللي حصل؟ اقرا بس السنكرونوس ريد هنا تو تايم. طبعا ما قراش هنا بالنسبه لنا الاسنكرونوس اللي هي دي، قلت له ما فيش مشكله. طب لو احنا جينا بدل ما احنا رايترنا هنا في السنكرونوس دي، قلت له بدل ما في الريسبونس قلت له انا عايز اطبعها بالكونسول دوت لوج كده، هل بتشتغل ولا مش بتشتغل؟ وفي نفس الوقت دي برضو انا عاوز قبل حتى ما اخش اطبعها على الويب في الريسبونس، في الريسبونس عايز اطبعها على ايه؟ على اللوج الاول. حجم الويب هنا عايزين نطبعها في اللوج، اعمل كنترول سي كده عشان اوقف واجيب من تاني نود يرن، هو مش هيحس غير لما نعمل ريفريش. ادي ريفريش اهي بس ما خلصتش، حصل ان هو طبع لي السنكرونوس، السنكرونوس الاول وطبع لي الكونتنت. طبعا انا حبيت اطبع هنا عشان نشوف النتيجه، السنكرونوس ريد جاب الكونتنت وبعد كده شغل السنكرونوس ايه ريد خلاص. ده في الويب هنا ما طلع ما شوف ما كشفناهاش يعني، تمام ما كشفناهاش مفيش مشكله. لكن كده احنا بس بصينا على فكره الايه السنكرونوس والايه والاسنكرونوس بتاعه قراءه الفايلز. يبقى ملخصا ان طبعا كل الميثودز اللي هنشرحها في السنكرونوس والاسنكرونوس، طبعا تلاحظ السنكرونوس شغال ماشي، سنكرونوس ما بيوقفش حاجه شغال كده، اسنكرونوس واحد اسنكرونوس ست اسنكرونوس وسنكرونوس، بس السنكرونوس بيشتغل الاول. الافضل ان احنا نشتغل طبعا اسنكرونوس. طبعا الفايلز هنا كل حاجه هتلاقيها، كل فانكشنز هتلاقي في منها اللي هو العادي وفي منها الايه اللي هو السنكرونوس. يفضل ان احنا نشتغل ايه السنكرونوس اللي هي بالطريقه اللي هي العاديه اللي فيها الكول باك، يعني باختصار يعني يفضل ان احنا نشتغل بالطريقه الايه العاديه اللي فيها الكول باك دي اللي بتحط فانكشن في الاخر. طبعا عشان انا حبيت بس اشرحها بدي عشان اقول ان مش ان ده في كله يعني ده موجود في كل الفانكشنز، فخلاص احنا فاهمين الفكره ان افضل ان نشتغل بالطريقه دي من الطريقه دي ونشتغل بالاسلوب دوت في كل الفانكشنز الثانيه. فانا هتبع الاسلوب اللي هو الاول اللي هو الافضل في التعامل مع الفايلز عشان ما يعملش بلوكينج للايه للاي او اللي هو الفكره الاساسيه بتاعت الايه النود جي اس اللي احنا كنا بنقول مميزاته ان هو ما يعملش ان هو نون بلوكينج للايه للاي او.